نحن هون بعين الرمانة، هيدي البوستة هي رمز للحرب بالمنطقة. نحن جربنا نعملها رمز للسلام، كرمال هيك قررنا ننقل هيدي البوستة من رمز للحرب نحولها لمطعم بتعمل عالم مجانا بالمنطقة. وتكون هي مطعم لكل العالم يقدروا يستفيدوا منها. هيدي البوستة صار لها تقريبا 6 اشهر بمنطقة عين الرمانة، منقدم فيها هامبرجر، هوت دوغز، بطاطا مشوية وبطاطا مقلية وكل شيء ساندويتشز تقريبا، وكل شيء عصير بيبسي حيالله. وكل جمعة عنا عيد ميلاد بنعمله لحدا من الولاد، كمان بيكون كل شيء مجاني. بيكون في تقريبا 7 كاركترات عم يعملوا انيماسيون ومنأمن لهم كل الزينة والكيك وكل شيء. هيدي البوستة تابعة لجمعية سعادة السما اللي هي رئيسة الأب مجدي علاوي. نحنا بهيدي البوستة متطوعين من صليب الأحمر اللبناني، قسم الشباب مركز فرن الشباك، وفي متطوعين لجمعية سعادة السما. نحنا تقريبا حوالي 40 شخص بنشتغل بهيدي البوستة، بنساعد كل العالم من جميع الأديان من جميع الطوائف، ما منفرق بين حيالله إنسان، حيالله إنسان جوعان في يجي ياكل بهيدي البوستة. أنا أساساً عراقي، جاية مهجرة من العراق من قبل سنتين، يعني هلأ راح أكمل سنتين، 2/12 راح أكمل سنتين هون. ويعني كنت بجي قبل ما تصير الخدمة، يعني دائماً بجيب أولادي هون يعني لا ينبسطوا، وبلتقي بكتير ناس مش بس يعني لبناني، كمان سوري وكمان يعني عراقي. في رفقة معي كمان بيجوا بينبسطوا أولادهم، بتعرف يعني الوضعية إحنا كيف إن يكون هون خاصة مجانية وهي تابعة لل يعني للفقراء، فكتير كتير مبسوطة. يعني هذا المنفذ الوحيد لإلنا من يوم اللي إجينا من العراق لحديت هلا بصراحة. يعني وبدي أتشكر كتير كتير أبونا مجدي لهيدي الخدمة الأكثر من رائعة بصراحة. It's joy of heaven. I Google. That's all right. No.